ينضم إلينا من القدس المحتلة أحمد البوديري مراسل الغد. أحمد، تفاصيل استشهاد هذا الشاب وما هي الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني ابتداء فإن شرطة الاحتلال كما جرت العادة هي مصدر المعلومات الوحيد التي ترفض عمليا إعطاء الصحفيين أي من المعلومات حول تفاصيل هذه العملية الذي قيل لنا من قبل المصادر الإسرائيلية لأن هذا الشاب الفلسطيني هو من مدينة القدس من حيث الوان تحديدا. كان في هنالك محاولة لدفع مجموعة من الجنود وأيضا من المستوطنين وقام الجنود بإطلاق النار وذلك دفاعا عن النفس، ولكن لم يتم التأكد من أي منظر مستقل حول مصداقية هذه الرواية الإسرائيلية، ولم يتم تسليم جثمانه لعائلته، وعلى الأغلب كما فهمنا بأنه سوف يتم الإبقاء على جثمانه. للأسف تجرت العادة بأنه لا يتم تسليم الجثمين إذا ما كان قد شارك في عملية عسكرية ضد الجنود أو حتى في محاولة، لم يكن هناك أي إفاضات من قبل الجانب الإسرائيلي، ولغاية الآن لم يتم أيضا إبلاغ العائلة بتفاصيل ما الذي حدث من قبل الجنود وهل الذي حدث كان عبارة عن دفاع عن النفس أو محاولة دهس وما إلى ذلك. طيب، يعني هناك انتشار أمني كثيف، هناك يعني محاولة لتمشيط المنطقة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ما هو الداعي لذلك؟ يعني هل هناك ردات فعل من الجانب الفلسطيني؟ هذه العملية حدثت عند حاجز من الحواجز العسكرية التي تحاصر مدينة القدس وهي محيطة في مدينة القدس. هذا الحاجز هو ممتلئ بالجنود وبالكاميرات التي تقوم بالتصوير بشكل مستمر، الكاميرات الأمنية، ولكن لغاية الآن شرطة الاحتلال لم تنشر أي من الفيديوهات التي توضح مجريات ما حدث. نحن تعودنا خلال المرحلة الماضية بأن هنالك العديد من حوادث السير، بمعنى أن فلسطيني يعني أخطأ هنا أخطأ هناك، يتم التعامل من قبل شرطة الاحتلال بكل قوة وبكل عنف وإطلاق النار بشكل مميت باتجاه الفلسطينيين. أحيانا أخرى يكون هنالك بالفعل عملية ويكون هنالك محاولة من قبل الفلسطيني لدس جنود إسرائيليين وما إلى ذلك، والشرطة الإسرائيلية لا تعتبر بأن هنالك أي داعي لنشر هذه الفيديوهات قانونيا، بمعنى إذا ما كانت هو عملية تقوم بنشرها، إذا لم تكن هنالك عملية فلا تقوم بنشرها، وهذا طبعا حدث مع الشهيد الحلاق الذي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي لغاية الآن لم يتم نشر أي من الفيديوهات الخاصة بإعدامه. إذن أحمد البوديري مراسل الغد من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.